ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد لكسبان جديد رويال باس. ان شاء الله هنبعت له الرويال باس دلوقتي حالا. طبعا كلنا فاكرين يوم فتح الرويال باس الموسم ال14 كان فيه هدايا كتير قوي اتوزعت، وكان فيه هدية لتركي اللي كان في المسابقة بتاعة الاختيار العشوائي للشعبية. تمام يا شباب، لو انتم مش فاكرين انا هوريكم دلوقتي تركي وهو بيكسب حالا، وكان التعاون بيني وبينه زيرو، والحمد لله كبرنا التعاون واصبح دلوقتي 40. هوريكم دلوقتي حالا، او ممكن من عنده هو من هنا. التعاون دلوقتي بقى 44 بيني وبينه، وهسلمه الريال باس. يلا قبل ما نبدأ يا شباب دلوقتي، يا ريت كله يعمل لايك 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 وشير الفيديو وتعليقكم الجميل، واستنوا مننا دايما كله جديد، وعشان كده بقول لكم فعلوا الجرس. يلا بسرعة هنروح للفيديو بتاع اللي كسب فيه تركي، وبعد كده نسلمه الريال بس عشان تبقوا شايفين قدامكم هو كسب ازاي. واللي عايز يراجع الفيديو هو موجود في القناة فتح ريال باس الموسم ال14. هسيبكم مع الفيديو الشورت البسيط ده، وانا بختار الارقام. اول مرة اخترت رقم 7 وطلع شاحن تقريبا. رقم 7 في التفاعلات الأخيرة عندي. رقم 7 في التفاعلات الأخيرة عندي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا ترى اللي هيكون محظوظ؟ مين اللي هيكون محظوظ وهيطلع رقم 7؟ التفاعلات الأخيرة. يعني دلوقتي ببص على التفاعلات الأخيرة وكنت مختار رقم 7. أدي رقم 1 عين جاسر، 2 أحمد كواريزما، 3 4 5 6 7 كواريزما. لو سمحت ممكن تفتح الأي دي بتاعك؟ لو هو سمحت طلع، ممكن تفتح الاي هو ده بتاعك طلع عشان شاحن. تتأكد ان انت هجري الفيديو شوية كده. ريكوست. هو طلع شاحن وكان عايزني اشحن لاخوه، قلت له معلش عشان يبقى الناس اللي موجودين بس هم اللي في البث هم اللي يكسبوا. استأذنته. انا بجري الفيديو عشان اجيب لكم الرقم اللي بعده. انت التاني. هو طلع شاحن ففي حد تاني هنختاره. هو طلع شاحن اختار رقم وهنختار تاني رقم دلوقتي. تاني لا لا كنت بكلمه بس طلع شاحن. عشان احنا اتفقنا ان احنا بنحاول على هنختار قد ما رقم نقدر تاني نساعد دلوقتي. الناس اللي مش بتشحن. هنختار رقم تاني دلوقتي. اللي عايز يتأكد من الفيديو يا شباب يشوف هنختار فيديو رقم تاني. فتح السيزون ال14 مصطفى موجود يونس عندي في بيقول لي القناة. 5. طيب هنختار رقم 4. اخترنا رقم هنختار 4 في رقم 4 المرة يا دي. شباب من الناس اللي موجودين عندي في التفاعلات الأخيرة. هنختار رقم 4. يلا نشوف مين رقم 4. 1 2 3 4. عماد شاحن. عماد لسه شاحنين له. ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ طلع عماد وانا كنت شحنت له الريال بس. طلع عماد وانا كنت شحنت له بالفعل في رويال يا بس، جدعان؟ فاضطرينا نختار حد تاني ياخد الهدية غير عماد. لما تيجي فاخترنا تختار رقم رقم يطلع تاني. شاحن. هجري الفيديو سنة. أربعة. طب نختار 6. اخترنا رقم هنشوف 6 المرة دي رقم 6 يا شباب. تقريبا. هو ده هنشوف اللي المرة هيطلع دي رقم تركي 6. على ما اتذكر يعني. يا رب ما يطلعش الشاحن بقى عشان ننجز. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مش شاحن. تركي تركي ده تركي اللي تركي احنا هنكسبه تركي حالا اتفق على الرويال القناة باس، جدا. يا رب يكون في بيني وبينه تعاون. وكلنا ان شاء الله هنقول له دلوقتي تركي انت الف هنا مبروك لما يشحن الرويال باس. وقعدت تنده عليها تركي يا تركي. يا تركي. يلا بينا نرجع لللوبي ونبعت لتركي الرويال باس. طبعا تركي احنا لوشنا يا شباب. انا جايب الفيديو من القناة بتاعتي. طبعا لو انتوا حابين تتأكدوا من الفيديو او تشوفوه تاني تحت امركم، وهيعجبكم جدا على فكرة فيديو فتح الريال باس. حالا نبعت لتركي بقى الـ الهدية بتاعته يستلمها. يا تركي
ندخل على الار بي هديه. يا عم انا اشوفه في الناس اللي فاتحين عندي، يعني مش هفتح فيه. نختار تركي من هنا. تركي 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 تركي. انا مش عارف ليه الناس اللي بتكسب بتختفي. اهو تركي اهو، بقالي ساعة بند عليك يا عم. فين تركي؟ كبر بقى علينا يا عم عشان تكسب. اهو تركي اهو، منح زي ما انتوا شايفين اسمه مكتوب فوق قدامكم اهو، تركي. هو نفس الراجل اللي كسب معانا في المسابقة ساعتها، وكان التعاون بيني وبينه صفر. تركي مش بيقبل. طب انا التعاون اللي بيني وبينه كام؟ بصوا هتشوفوا التعاون دلوقتي هجيبه لكم في الفيديو. اهو تركي جه. يا رب يطلع اكتر من 40. التعاون زيرو، التعاون زيرو، مش هقدر ابعت له حاليا. مش عارف هو سمعني ولا لا. التعاون بتاعه بيني وبينه كان صفر، فما قدرتش ابعت له ساعتها الرويال باس بتاعه. فدلوقتي انا لعبت انا وهو وزودنا التعاون وبعتنا لبعض شعبيه، بحيث ان انا اقدر ابعت له الرويال باس. هندوس منح. انا عايزكم يا شباب بعد اذنكم تفجروا الفيديو ده لايكات، تفجروا لايكات، فجروا لايكات بعد اذنكم يا شباب. انا بعمل كل حاجه عشانكم، عشان انتوا حبايب قلبي يعني. جاري المعالجة اكتمل الدفع بنجاح، وكده تركي وصل له الرويال باس، وهنبص عليه حالا دلوقتي. مبروك عليك يا تركي، ألف ألف مبروك. كده ممكن نقفل الفيديو اللي تحت ده. تمام، هنخش دلوقتي في الأكاونت بتاع تركي وهوريكم إن هو مش شاحن، مع إن هو المفروض كسبان أهو. الأر بي بتاعه مقفول، المفروض إن هو مش شاحن. وبعد ما زودنا التعاون ثانية واحدة بس هفتح المايك وابلغه ان هو شحن. هو بيقول انه وصل له وهيشحن دلوقتي. هنفضل منتظرين بس لحد ما نأكد ان هو شحن وان الار بي بتاعه نور. انا بتعب عشانكم والله يا شباب، وبعمل كل حاجة علشانكم، بس انتوا برضو يعني ساعدوني وخلوا الفيديوهات بتاعتي توصل، وخلوا القناة بتاعتي تكبر. دي حاجة بتدعمني اكيد، هبقى فرحان ان انا لما بتعب بتعب عشان حاجة، مش لمجرد ان انا بعمل حاجة على الفاضي او بدفع فلوس على الفاضي او بوزع مكافآت على الفاضي. في ناس كتير بتحبطني بسبب الموضوع ده، انت بتعمل كده ليه؟ انت المفروض ما تعملش كده اصلا الا لما قناتك تكبر. بس انا يعني بعمل كده علشان اشجعكم. وادي تركي قدامنا، الار بي بتاعه نور زي ما انتم شايفين. كلنا نقول له الف الف مبروك، وعقبالكم جميعا ان شاء الله لما كله يشحن وكل اللي مش شاحن يشحن ويستمتع بالسيزون ال 14. استنى اكتب له بقى الف مبروك. كتبت له الف مبروك. ار بي 9. ايوه بقى الاربيات اللي بتعلى. هو تقريبا ما شافهاش، تقريبا هو لسه في مرحلة الذهول. تقريبا لسه في مرحلة الذهول، وبيجمع ان هو شحن بقى ويبص على الاربي بتاعه. بقى اربي 13 ما شاء الله، بقى اربي 13. عاش قوي قوي. لسه ار بي 13. الله يبارك فيك. والله ما اعرف، والله ما اعرف ايه. اشكرك ازاي؟ لا يا شباب انا مش بوعد حد بحاجه وبخلف، الحمد لله. لا شكر على واجب.
دوست غلط، كنت متوقع تكسب رويال باس من قناتنا. كل الفيديوهات يا شباب اللي هلاقي عليها شغل جامد، وهلاقي نشاط ليكم جامد على الفيديوهات بتاعتي والكلام ده، هتلاقوني كل فترة كل فترة بديكم هدايا، وكل فترة بوزع عليكم هدايا، وكل فترة هبقى تحت امركم. بس يا ريت بلاش كل الناس تفضل تبعت لي اشحن لي اشحن لي، لان انا والله لو اقدر اشحن لكم كلكم هشحن لكم كلكم. انا قناتي حتى الان ما حققتش ربح، يمكن يعني خلاص قريب هتحقق ربح باذن الله، بس حتى الان انا زيرو ربح. فيعني انا لو قدرت ان انا اشحن الناس كلها هشحن لهم، مش هتاخر عن حد. الكومنتات بتاعتكم دي بتحرجني جدا. انا بس منتظر منكم دعم كويس جدا، لايكات على الفيديوهات بتاعتي كلها، وانكم تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، واحس ان في نشاط، احس المشتركين بيزيدوا. انا عينيا ليكم ومش هتاخر عليكم في اي شيء، وربنا يعلم انا بحبكم قد ايه، وانا عايز انجح بيكم انتم، وعايز انجحكم معايا، عايز اشوفكم مبسوطين. فيا ريت يا ريت يعني تشجعوني. اللايك بتاعتك مش هتكسبني اي حاجه، غير انها هتخلي الفيديو بتاعي يبان، يظهر ناس ناس يعني ممكن ناس تشوفه. لما انت بتعمل لايك للفيديو بيبان، يعني في اليوتيوب بيبان. بس كده، مش هطول عليكم اكتر من كده. كلكم عندكم فرصه ان شاء الله انكم تكسبوا رويال باس. وفي حاجات بيبقى فيها حظ، في حاجات بيبقى فيها توفيق، في ناس بتتعب معانا في القناه بصراحه، وفي ناس بيتعبوا عشان خاطرنا. فانا بشكر كل الناس دي، وبتمنى لكم كلكم التوفيق. لو انت اول مره تشوف الفيديو، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ونشوف اللايك الجميله بتاعتك والتعليقات الجميله بتاعتكم. وكلنا نقول الف مبروك لتركي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.